السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهاردة هنشوف طريقة ازاي تشحم البلية او تجدد البلية البايظة اللي عندك. لو عندك بلية بايظة زي دي، الشحم بتاعها نشف او اتحرق جواها والبلية صدت وبقت بتعمل صوت. البلي اللي معانا النهاردة ده بلي المروحة بتاع السقف، ده بلي قديم كان في المروحة وكان بيعمل صوت صفارة، والبلية دي قفشة خالص ما بتتحركش اصلا. فهنشوف ازاي تقدر تشحم البلية دي بالطريقة الصح، عشان في ناس بتشحم البلية بطريقة غلط، وازاي ترجع البلية دي تستخدمها كأنها جديدة بالظبط. بس قبل ما تعمل كده، في بلي ينفع تستخدمه تاني وفي بلي بيكون باظ ولازم تغيره. فهنعرف الفرق الاول بين البلي اللي ممكن تشغله تاني والبلي اللي باظ خالص مش هتنفع تشحمه او هتغيره في الفيديو ده النهارده. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتدوس لايك عشان الكل يستفيد. خليكم معايا عشان نعرف الطريقه الصحيحه ونرجع البلي ده زي الجديد بالظبط. دلوقتي اول حاجة معانا لازم نعرف ايه البلية اللي ممكن تستخدمها تاني والبلية اللي باظت خلاص ولازم تتغير. دي البلية اللي معانا دي زي ما انتوا شايفين شكلها كده من جوه، وشكل البلية بتاعها صدى وبقت بتعمل صوت وبقت فيها عضة كده، اهي بقت تقيلة وفيها عضة ما بتشتغلش بسهولة وفيها اتربة واوساخ. اهي بص البلية فيها عضة مش شغالة كويس بسبب الصدى اللي جوه في البلي زي ما انتوا شايفين كده، والشحم بتاعها نشف واتحرق. طيب هنشوف البلية التانية ديت. البلية التانية دي عليها غطا، هنشوف ازاي تشيل الغطا. هتجيب اي حاجة رفيعة، انا هشتغل بسكينة، اجيب سكينة كده وهبتدي احط السن بتاعها بين تحت الغطا ده كده اهو اهو عشان تفك كده الغطا. زي ما انت شايفين الغطا اتفك بتاعها، هيبتدي يبان معاك البلية. بص البلية دي كده، البلية دي كده باظت اهي. البلية دي مش هينفع تشتغل فيها او تشحمها او تزيتها. ليه بقى؟ البلية دي فضلت شغالة في المروحة لمدة كبيرة جدا والشحم راح خالص منها زي ما انت شايفين كده، ما عادش فيه شحم، وفضلت المروحة شغالة لحد ما البلية دي قفشت. البلية دي سخنت اكتر من اللازم فقفشت، فالمروحة عصرت الجزء اللي ماسك البلي اللي هو ده. فزي ما انتوا شايفين كده البلية دي مش هتنفع تشتغل. فانت لو سكت على المروحة او اي جهاز فيه بلي او اي حاجة فيها بلي وشغالة وفضلت تعمل صوت وسبتها وقلت مش مشكلة مش هعملها دلوقتي او مش هصلحها دلوقتي، هتكون دي النتيجة. بعد كده هتضطر ان انت تغير البلية كلها. لكن لو في بداية الصوت او ما سبتهاش كتير تعمل صوت، هتبقى البلية كويسة معاك. بس هي كل اللي هنشوفه النهاردة هنجدد البلية دي ازاي. البلية دي ما بقتش زي دي، زي ما انتوا شايفين الفرق ده، فيها شحم ولكن الشحم بتاعها اتحرق وفي صدى عليه وكده بسبب قلة التزييت وقلة التشحيم. لكن البلية دي باظت، يبقى احنا كده عرفنا البلية اللي ممكن نشتغل عليها والبلية اللي كده لازم تتغير. يبقى دي مش هينفع نشتغل عليها ولازم تتغير. هنشوف دلوقتي هنشغل البلية دي ازاي بطريقة بسيطة جدا وهنرجعها زي الجديدة بالظبط. اول حاجة هنجيب كوباية كده، وانا معايا زيت باكم، هحط فيها شوية زيت باكنج، ولو عندك جاز ممكن تستخدم الجاز مفيش مشكلة. انا عندي زيت باكنج، فهستخدم زيت الباكنج عشان يشيل الصدى كمان من البلي. وهسيب البلية كده جوه زيت الباكنج يكون مغطي البلية، وهسيبه بتاع 10 دقايق
عشان زيت الباكم يتفاعل مع الصدى ويبتدي يشيل الصدى، وبعد كده هنشوف ازاي هننظف البلية دي. وطبعا في فيديو على القناة ازاي تفك البلي بتاع المروحة وتغيره او تزيته زي ما احنا شايفين كده اهو، وهسيب لكم رابط الفيديو ده اسفل الفيديو، هتلاقي عندك فيديوهات كتيرة قوي على القناة زي ما انتوا شايفين كده، خش واتفرج هتلاقي فيديوهات كتير هتفيدك سواء على مراوح سواء على تكييفات او تصليحات في سيارات او افكار جديدة او منتجات مفيدة. فياريت تخش كده على القناة وتتفرج، هتلاقي اكيد حاجة هتفيدك. ودلوقتي بعد ما سبت البلية في زيت الباكم، زي ما انتوا شايفين زيت الباكم بقى لونه عامل ازاي من الصدى، هنبتدي نجيب فرشة اسنان قديمة كده وننظف بيها البلية. تبتدي تنضف البلية كده من جوه من عند البلي كده بالفرشة واحدة واحدة عشان الشحم اللي موجود يتشال، الشحم اللي هو نشف. وزيت الباكم هيشيل كل الصدى زي ما انتوا شايفين كده، زيت الباكم بقى كله صدى مطرح البلية كده، فاضل ان احنا نشيل الشحم الناشف اللي على البلية زي ما انتوا شايفين. بص البليه، البليه رجعت تنضف تاني اهي والشحم يتشال. فواحده واحده كده مع بعض هنفضل ننضف بالفرشه كده البليه من ناحيتين. عشان بس لو في اي رواسب ولا حاجة تنزل في الزيت. زي ما انتوا شايفين البلية رجعت تاني بقت نظيفة. بص البلية ما عادش في صوت ولا في عاد في العضة اللي كانت موجودة فيها مطرح الشحم الناشف ومطرح الأتربة وكل الحاجات اللي دخلت بين البلي اللي كانت بتخلي البلية خشنة وبتعمل صوت صفارة. البلية بقت شغالة معانا بنعومة اهي، مفيش فيها أي حاجة، وكمان لسه هنشحمها. يبقى احنا كده خلصنا الزيت ونضفناها، هنجيب شحم وهنبتدي نشحم البلية. وتدوس على الشحم كده، بص الشحم بيطلع الناحية التانية، يعني ما تحطش الشحم على الوش كده، لا تمسك الشحم كده وتعمله تبتدي تعمل فيه كده عشان الشحم يطلع من الناحية التانية عشان البلي يتشحم من النص. شحم البلية كده كويس برضو من الناحية التانية.
بعد كده هبتدي امسح الشحم الزيادة. زي ما انتوا شايفين كده شحمت البلية ومسحت الشحم الزيادة بس اللي هو خارج البلية. وادي البلية قدامكم اهي، البلية بقت ناعمة خالص، ما عادش فيها اي صوت ولا فيها اي حاجة اهي. البلية بقت ناعمة خالص اهي. كده ممكن تركب البلية تاني ومش هتعمل معاك ولا صوت صفارة ولا اي صوت، والبلية هتكون شغالة كأنها جديدة بالظبط، مش هيكون فيها اي مشكلة اهو. زي ما انتوا شايفين البلية رجعت تاني جديدة، وكده تكون حلينا مشكلة الفيديو. يا ريت لو لسه ما اشتركتش تشترك كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك.